لأصحاب السمو الشيوخ في هذا المساء يسير وينطلق على بركة الله شوطنا 17 الخاص بفئة الأبكار اللقاية المهجنات الأصايل. انطلاقة موفقة نتمناها لكل المشاركين. نبدأ بمقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول عبر هذا النقل الحي والمباشر من القنوات الناقلة لهذا المهرجان، مهرجان سمو ولي عهد دبي. أسير إلى المقدمة وتابع المركز الأول والصدارة الأولى اللي تحتل المقدمة الأولى وتسيطر من البداية. هذه هي الشاهينية اللي تتقدم على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي يتولى عملية تضميرها وتدريبها بينما الغدوم مع المركز الثاني. هذه مخايل بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم ومضمر الغرن يتواصل فيصل بن طالب بن شريم المري في عملية تضميرها وتدريبها بينما الشاهينية تتقدم مع المركز الثالث لهجن العاصفة غياث الهلالي يتولى عملية تضميرها وتدريبها بينما رهف تتقدم نحو المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ويتولى عملية تضميرها وتدريبها كاسب بن سالم المسافري من يتولى عملية تضميرها بينما الغدوم مع المركز الخامس. في المركز الخامس هذه هي وجدان تتقدم بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد مختار بن احمد يتولى عملية تضميرها وتدريب نتابع المركز السادس واللي تقدمت في هذه اللحظات من الجانب الآخر. هذه هي وبر بشعار سمو الشيخ تحنون بن محمد أنهيان ويتولى عملية تضميرها وتدريبها عيسى بن سعيد الخيالي من يتولى عملية تضميرها بينما الغدوم مع المركز السابع. وهذه هي وهاج بشعار سمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد أنهيان والصادق فضل الأمين من يقودها في عملية التضمير بينما الغدوم مع المركز الثامن. وهذه هي السايحة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان رايد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة يتولى عملية تضميرها في المركز الثامن بينما في المركز التاسع هذه الشاهينية بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي يتولى عملية تضميرها وتدريبها بينما في المركز العاشر. في المركز العاشر هذه هي تتقدم صوغة بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد أنهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يتولى عملية تضميرها وتدريبها. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى التي سيطرت على الكادر الإعلامي بينما شعارات وأسماء قوية بعد العشر المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول إلى التحدي التحديات الأولى والشاهينية من سيطرت، الشاهينية من انطلقت على المقدمة على المركز الأول لهجن العاصفة يقودها غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب بينما الوصول من رهف. هذه هي رهف على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم كاسب بن سالم المسافري يتولى عملية تضمير رهف اللي تحتل المركز الثاني بينما في المركز الثالث. في المركز الثالث هذه هي وبره لسمو الشيخ طحنون بن محمد أنهيان ويقودها السيد عيسى بن سعيد الخيالي في عملية التضمير والتدريب بينما في المركز الرابع اللي تقدمت في هذه اللحظات وهاج بشعار سمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد أنهيان فاضل أو الصادق بن فضل الأمين من يقودها في عملية التضمير بينما دخول على المركز أيضا الخامس من السايحة، السايحة اللي بدأت تتقدم بشعار أيضا سمو الشيخ مكتوم.
السايحة تتقدم بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن حلوة يتولى عملية تضميرها وتدريبها، ولكن إخوان المضمرين بدأ يركزون مع اقترابنا لنقطة النهاية بالفعل مع الكيلو والمتر الأخير. ولكن عود إلى رهف تسللت إلى المقدمة، ولكن مزر اللي انطلقت إلى المقدمة بشعار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل الهيان، ويقودها في عملية التضمير. عيسى بن سعيد الخيالي يتولى عملية تضميرها، بينما اللي تدخلت في هذه اللحظات الشاهنية وأجن زعبيل مقدمة شاهنية في مركز الوصافة، يقودها المتألق راشد بن محمد بن مروشد. الله، الكل بدأ يتحرك، وهناك الواصلة وهناك القادمة في هذه اللحظة. هذه صايلة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمع بن عتيج الرميتي، وهناك سوق صدرت عليها الأوامر. سوق مشاهدين الأعزاء بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ورهف تعود في المركز الخامس ليجل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يقودها جاسم بن سالم المسافري. ولكن الشاهنية راحت، انطلقت مشاهدين الأعزاء إلى البداية الأولى والنقطة السادسة في هذا المساء مع هجن زعبيل. الله، ما هذا التألق يا المتألق في هذا المساء. تهانينا والناموس، وليس بغريب على مؤسسة أيضا هجن زعبيل. سلام 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 لمالك هجن زعبيل. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لراشد بن محمد بن مروشد المتألق على هذا الفوز. المركز الثاني الشاهنية لهجن العاصفة، المركز الثالث. وصلت مشاهدين الأعزاء وبرة بشعار سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة النهيان. المركز الرابع هكذا نتابع المركز الرابع والخامس مع لحظة وصول إلى خط النهاية. مشاهدين الكرام، عودة مع التوقيت الزمني. هذه هي الشاهنية تصل إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقدار 7 دقائق 27 ثانية جزءا واحد من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، والتهنية للمتألق الذي يتألق بالنقطة السادسة في هذا المساء. تهانينا لراشد بن محمد بن مروشد، بينما وصلت الشاهنية في المركز الثاني ب7 دقائق 28 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهنية لغيات الهلالي بينما وصلت في المركز الثالث. هذه لحظة وصولها وبرة بأيضا 7 دقائق. أما هي مزنة بشعار سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة النهيان، توقيت الزمني 7 دقائق 28 ثانية 8 أجزاء من الثانية. ثاني لعيسى بن سعيد الخيالي، بينما وصلت رهف في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس نتابع هنا لحظة الوصول يا مخرجنا. 7 دقائق 29 ثانية 3 أجزاء من الثانية هو توقيت رهف، بينما وصلت في المركز الخامس. هذه أيضا صايلة بتوقيت الزمني 7 دقائق 30 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ زايد بن حمدان الزايد النهيان، والتهنية للمحترف يبعى بن عتيج بن كسلة الرميثي. تهانينا للجميع.